شكرا جزيلا للزميلة فرح جبور على هذا التقرير الرائع. ودائما خلينا نقول بشكل عام الفن وأي نوع من أنواع الفنون خلينا نحكي هو نوع من التراث اللي صحيح. لازم نحن دائما نحافظ عليه أكيد. دائما اللوحة الفنية بيكون في إلها قيمة كتير عالية نعم. بالذات لما تكون مرسومة في اليد. الواحد دائما بيستخسر يعني يتخلص من هيك لوحات فنية ذات قيمة عالية جدا صح. لأنه بتضلها للزمن بتضلها على مر السنوات يعني قد ما بمر سنين بضلها قيمة عالية صحيح وقيمتها لا تفقد قيمتها طبعًا. خلينا نحكي طبعًا. شهد هي جزء من التراث طبعًا. لأنه خلينا نحكي كل بلد في عندها نوع من الفن ماخذ هوية هذا البلد صح. وماخذ طابع هذا البلد وإحنا يعني تراثنا وحتى الفن اللي موجود عندنا مميز في كل العالم جداً. شاهد جداً. دائما فيه طابع وبتقدري أنت بس تشوفي اللوحة بتعرفي مثلا أو أي قطعة تقدري تعرفي وتربطيها في الأردن بالتأكيد تعكس الهوية بطريقة جميلة جدا. اليوم محمد عبادات عم بنتظرنا من الرمثة برضو يعني يطلعنا ويحكي لنا عن موضوع الدب الرمثوية والفرق اللي موجودة داخل الرمثة واللي دائما بتحاول تحيي هذا التراث وتحافظ صح. عليه حتى اليوم. فصباح الخير لك محمد. زميل محمد هاي شهد بتعرف تدبك الدبكة الرمثوية بعدين ما في أحلى من الأعراس اللي بتكون في الرمثة يعني والتعليلة والدبكات يعني ولا أحلى. من أجمل ما يكون عندما تكون الأفراح عامرة في يعني ربوع الرمثة بيكون هناك حقيقة سرور كبير من قبل المواطنين حتى في الفرق فرقة الرمثة ليست للرمثة هي بتروح على المحافظات وبتشارك بشكل كبير في الحفلات والمهرجانات الثقافية والغنائية. فرقة الرمثة زي ما احنا شايفين يعني سمت حافظة على أصالتها لسه القهوة ولسه الفراش العربي لسه الزي العربي وهذا بدل على أصالة هذه الفرقة. من نصبح على بلال الزحراوي رئيس فرقة صوت الأردن للفنون الشعبية ونقول لك صباح الخير. صباح الخير أخي محمد أهلا وسهلا بيكو شرفتونا التلفزيون الأردني في مدينة الرمثة من شمال الأردن أهلا وسهلا بيكو. بداية نصبح على جلالة سيدنا الله طول عمره جلالة الملك عبد الله والعيل الهاشمية يا حياكو الله. نصبح على أختنا شاهد بنت الرمثة وعلى أخونا إبراهيم حبيبنا. طيب هم بصبحوا عليك كمان ويقول لك الله يعطيك العافية. بدنا نتحدث عن بدايات تأسيس هذه الفرقة. تحدثني عن بداية تأسيسها متى بدأت هذه الفرقة للظهور وعن مشاركاتها. هي فرقة الرمثة بشكل عام هي أجيال وراء أجيال يعني أنا بدأت العمل التطوعي مع الفرقة الرمثة من 84 من سنة 1984 إحنا بلشنا المشاركة مع الفرقة وتبنت أجيال بأجيال. هاي الفرقة هي تابعة لوزارة الثقافة الأردنية مسجلة رسميا طبعا لها مشاركات عديدة محلية ودولية. تأسست الفرقة على العام 2000 عام 2000 والحمد لله لها إنجازات كبيرة لها مشاركات محلية لها بجراش والعقبة وجميع المناسبات الوطنية بعيد الاستقلال وعيد ميلاد سيدنا وحازت على عدة جوائز عالمية ووطنية محلية. نعم طبعا شاركت الفرقة خارج الأردن طبعا يعادل فوق 30 دولة لفت العالم بسبيل اللي هو الحفاظ على الهوية الأردنية والحفاظ على التراث الأردني ورفع علم الأردن عاليا في جميع أنحاء العالم. ما شاء الله عليكم يعني بالتأكيد أنتم مثلتوا الأردن بأكثر من مهرجان داخل وخارج الأردن وكان سمعة هذه الفرقة سمعة طيبة. كم عدد أفراد هذه الفرقة وكم أعمارهم يعني؟ هو عمل تطوع من الشباب. احنا عدد الشباب تقريبا 25 عضو فني موسيقي وفنان وبالاضافه احنا عندنا صبايا تقريبا 10 صبايا تقريبا 40 عضو عندنا فني بالفرقه. الفرقه وفرق الرمثة بشكل عام ما بخص مثلا بلال الزهراوي عندنا ما يعادل 25 فنان خرجت مدينة الرمثة. احنا احترامنا كبيرا للأستاذ متعب السقار وحسين ورامي الخالد وأحمد الدرايسة ويحيى سويس ومحمد الحواري هذول الشباب كلها خرجتهم فرق الرمثة بشكل عام واحنا بقينا على رؤوسهم. بالتأكيد كان لكم يعني معروفين الشباب الفنانين اللي تخرجوا من الرمثة. بتتحدثني عن يعني هذه الفرقة زي ما شايفين انه عندك اكثر من زي في زي شعبي في زي حديث يعني
من يعني شايفين انه زي ما بيقولوا السروال لابسين، هل من هل هي هذه من تراث وثقافه الرمثه؟ نعم، هو تراث ابانا واجدادنا السروال والقميص، هذا ايام الحصيد وايام الزيتون وايام يعني حتى بكون مريح، هو من تراث اباء اجدادنا يعني هذا اللباس. طبعا احنا بنكون احنا عندنا مشاركه خارجيه بناخذ كل الازياء الاردنيه، يعني اللباس المعاني، اللباس الاردني، اللباس السلطي، حتى نمثل بالمملكة من جميع النواحي يعني إن شاء الله. حتى تكون يعني فعلا ممثلة ليس فقط لمدينة ولكن ممثلة للمملكة الأردنية الهاشمية والمشاركات الخارجية. ما هي أهم المشاركات الخارجية بالنسبة لكم وماذا كان صداها؟ يعني في أوروبا رحتوا على الدول العربية، وين وجدتوا الترحيب؟ سيد محمد، يعني سبحان الله التراث الأردني محبوب في كل مكان العالم، يعني احنا رحنا على مهرجان هانوفر، على النمسا، على ألمانيا، على تركيا، على بلغاريا، على دول الخليج كلها، سافرنا على تركيا، يعني خلينا نقول تركيا كان قريب جدا، الفلكلور قريب، اللون المجوز والطبل يعني قريب للتراث الشعبي بتركيا. الله يعطيك العافية أستاذ بلال. أنت راح تكون معنا أيضا، شهد وإبراهيم راح يكون معنا أيضا بلال ليتحدثوا عن الدبكة الرمثاوية الأصيلة، وراح تشوفوا إن شاء الله تنبسطوا وينبسط المشاهد معنا بهذه الدبكة الرمثاوية. راح يكون مع بلال مرة ثانية.